هو الايفنت ده احنا بنعمله من سنه 2009 وبدا في اخر اربع سنوات ياخد اهميته. هو تالنتس اكاديمي فري، فلوس كبيره، فري دي مهمه، فري ميجا موتور سبورت ايفنت. احنا بنجمع الشباب بنعلمهم رياضه السيارات بشكل احترافي مجانا بسيارات الاكاديميه وداخل ستاد او داخل تراك مغلق مؤمن في ايفنت مدعم من الجهات الرسميه، سواء وزارات سواء محافظات. يعني الايفنت ده برعايه ودعم سياده المحافظ سياده اللواء محمد شريف، وداخل استاد عظيم زي استاد اسكندريه. الهدف الاساسي ان احنا بنبعد الشباب عن الجري بالشوارع الرئيسيه والتسابق والحد من الحوادث بان انت تطلع الطاقه بتاعتك في المكان الامن السليم. فتم بفضل الله الايفنت ونجح نجاح كبير بفضل الله وبوجودكم الكريم. ما عشان كده احنا سميناه ميجا غير اي ايفنت، زي ما عملنا كده في الساحل الشمالي كنت سيادتكم برضه اتفضلتم معانا. احنا عملنا تدريبات الاوف رود والدفع الرباعي وتمت في قريه في الساحل الشمالي في تراك الساحل الشمالي، وهنيجي النهارده نعلن عنها. دي واحد. الحاجه الثانيه تعاون كبير جدا ما بين اكبر جروبات السيارات والبايكرز اللي في مصر، وقدرنا ان احنا نعمل تجميع للسيارات سواء ستانس او سيارات دفع رباعي وبايكرز، تقريبا كل جروبات البايكرز جت في اسكندريه وفي مصر الحمد لله في الايفنت. فعشان كده تسمى ميجا، في كل حاجه بفضل الله. وزي ما انت شايف الجمهور كله منتشر في كل مكان ومبسوط جدا، هو حفله اكتر منه ايفنت. يعني العربيات المشاركه هي عربيات الاكاديميه، عربيات كلها بي ام دبليو اي 30 مواتير 3000 و2800 و2500، والحمد لله نزل عليها اكتر من 20 متسابق ومتسابقه او متدرب ومتدربه اللي هم مبتدئين كلهم، وحققوا ما شاء الله مراكز كويسه وهنبدا نعلن عن النتائج دلوقتي ان شاء الله. بصراحة بنحب نشكر الأول السيد المحافظ اللي هو محمد الشريف على التصاريح والتسهيلات اللي جهزها لنا. كابتن محمد تالون قام وقيمة عظيمة طبعا، ليه باع طويل في مجال السيارات والرياضيات الميكانيكية. النهاردة احنا جينا احنا جروب ار جي جيبرز خاص بالسفاري والإيفنتات والرحلات. المبدأ اللي احنا قايمين عليه أصلا مبدأ العيلة، يعني حضرتك زي ما شايف كلنا أسرة، ما فيش فينا حد غريب، كلنا اخوات، كلنا بنطلع باولادنا بالمدامات، هي دي حياتنا اللي بتجمعنا. احنا كنا جايين مشاركين شو بالعربيات الفور باي فور، كنا في التراك بتاع الاوف رود من حوالي 3 ايام. طبعا المكان هنا ما يساعدش ان احنا نعمل تراك اوف رود، فكنا جايين نشارك اخواتنا بتوع الدريفت ونشجعهم. انما احنا خلصنا التدريبات بتاعتنا في تراك الاوف رود من حوالي 3 ايام برضو مع الكابتن تالون. الفتره الجايه باذنك يا رب عندنا مفاجاه كبيره بعد امتحانات ثانويه عامه، مش هنعلن عنها دلوقتي، بس عندنا مفاجأة كبيرة هتفرح الجمهورية كلها. هو الايفنت النهارده بجد كان حلو، تنظيم وكل حاجه، وانا كنت شاركت مشاركتي ما كانتش قوي، بس الحمد لله يعني كله يعني مبسوط ان انا كبنت ونازله في تجربه زي دي وكل اللي حواليا ولاد. بس يعني انا عن نفسي انا بحب العربيات اصلا من صغري وبحب السرعه والحاجات دي، فهي الفكره جات لي من هنا ان انا عايزه اقدم حاجه جديده. ان شاء الله هحاول استمر في الموضوع دوت ولغايه ما احقق مراكز حلوه ان شاء الله واشترك في سباقات كمان اعلى من دي. انا طول عمري كنت شغوف برياضه السيارات وكان نفسي ان انا اشارك فيها، ولكن للاسف كان في بعض العوائق قدامي. بس اول ما لقيت الايفنت اللي كابتن تالون منزله حبيت ان انا اشارك فيه، ولقيت ان هي فرصه حلوه جدا ان انا ابدا ادخل المجال. يعني نزلت عملت الاوردرز اللي كانت مطلوبه، بس غلطت فيها شويه فاخدت تايم مش احسن تايم يعني، بس ان شاء الله متعوضه يعني في الايفنتات الجايه. والله هبدا بقى احاول ان انا اخش اكتر، اتمرن اكتر، انزل اجهز اكتر، بحيث ان انا انزل بعد كده الايفنتات الرسميه ان شاء الله.